بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة رابعة اتصالات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس، بنستكمل مع بعض يا جماعة التجارب بتاع معمل الميكرويف. التجربة دي الثالثة، واللي هنعمله فيها بين قياسات على مايكرويف كومبوننتس، أول واحدة الماجيك تي، ودي الغرض منها. ليه الماجيك تي؟ الماجيك تي زي ما نشوف الصورة بتاعتها. زي ما نشوف الصورة بتاعت الماجيك تي اهو، ده مايكرويف كومبوننت ليه أربع أطراف، أربع بورت، ماله؟ اتنين كل واحدة فيهم تمثل حرف تي، حرف تي أفقي وحرف تي رأسي. حرف تي الرأسي اهو ده الإي بلين، وحرف التي الأفقي الإتش بلين. لما نركبهم مع بعض يا جماعة بيبقى الهايبر، وده باسيف كومبوننت مش مولد، عشان ما حدش يجي يقول لي ده بيولد. لا، طب الغرض منه إيه؟ الغرض منه استعمل انتنه واحده للارسال والاستقبال، يعني انتنه واحده تستعملها في الارسال والاستقبال. الدخل اللي جاي من طرف اربعه اللي قدام مننا ده ماله؟ جاي من الانتنه الاي بلين. طيب، والدخل اللي جاي من البورت ثلاثه ده جاي من الترانسميتر، يعني ده جاي من الترانسميتر وهيبعت. يبقى الانتنه ممكن تبقى متصله فين؟ او الخارج ياخده من مثلا واحد يا من اثنين. طيب، وافرض خدته من واحد، يبقى الثاني يبقى فيه حمل مكافئ. طيب، اللي جاي من فوق، اللي جاي من الجو ده رايح على فين؟ رايح على الريسيفر. طيب، اللي رايح على الريسيفر ده هيروح منين؟ لما يبقى فيه الدخل من اربعه يطلع من واحد او من اثنين. خلاص، يبقى في حاجتين قدام مني، قدام مني دلوقتي، ان الاي بلين اللي هو ده الدخل اللي داخل من واحد يتوزع بالتساوي على البورت 2 و3 بس بفيز معاكس. يعني ايه فيز معاكس؟ يعني بفيز باي، ده النص بالموجب وده النص بالسالب، تمام؟ طب والدخل اللي يدخل من اتش بلين، اللي داخل من واحد هنا، يتوزع بالتساوي على 2 و3 وبنفس الفيز. ده اللي بيحصل دلوقتي في الترانسميتر، ولكن ده بالنسبه للريسيفر اللي جاي من الانتن، اللي جاي من الجو. يعني ما هي انتنه واحده، احنا بنقول انتنه واحده للرساله والاستقبال، بس ورا منها على طول يبقى فيه الماجيك تي او السيركوليتور. السيركوليتور اخليه المحاضره اللي جايه او التجربه اللي جايه. طب ايه اللي هنعمله هنا؟ اللي هنعمله هنا يا جماعه هنقيس الكونتينيوتي، او نقول عليها الكونكتيفيتي، ما بين لو دخلت مثلا من البورت 3 وهاخد من واحد او اثنين، يبقى ده بنقول عليه كابلنج. يعني ايه كابلنج؟ يعني ما فيش فيها حاجه مشكله خالص، يبقى الكابلنج ده لا يعاني من مقاومه. طيب، لو هقيس بقى من ثلاثه واربعه، هو ده الفرق اللي احنا عايزينه بقى، يبقى ده الايزوليشن لازم يكون بيرفكت ايزوليشن او افضل ايزوليشن ما بين الترانسميتر وبين المستقبل، ما بين الريسيفر، بين الترانسميتر والريسيفر. يبقى مفيش اي حاجه تدخل من اللي جاي من الجو على الترانسميتر، والا هيبقى اوفرلود وممكن يتحرق. نفس الكلام الترانسميتر وهو شغال مفيش حاجه تروح على الريسيفر. هو ده العزل اللي احنا عايزين نقيسه، اللي هو بين 3 وبين 4. يعني هقيس العزل بين البورت 3 وبين البورت 4، وده لازم يطلع كبير. لكن الكابلنج ما بين واحد واثنين، وما بين اثنين وثلاثة، أو ما بين ثلاثة واثنين، وبين ثلاثة وأربعة، يبقى لازم ده يبقى صغير. ليه؟ لأنه ده طبيعي، زي ما بقول لك الموجة تدخل من البورت أربعة تتوزع بالتساوي على البورت واحد واثنين كقدرة، ولكن بفيز شيفت باي، وتدخل من ثلاثة تتوزع على واحد واثنين بنفس بالمناصفة بس بنفس الفيز. لا، ده عشان خاطر الاي بلين، وده عشان خاطر الاتش بلين، ليس اكتر من ذلك. خلاص، فايه اللي هنعمله؟ اللي نقول عليها البلوك ديجرام بتاع الاكسبيرمنت اهو، تمام؟ عدا اللي احنا قلنا ان السلوتد لاين والديتكشن الديكتور ما بيشتغلش. ليه؟ لان في مشكله. فالادق منه هو ده اللي احنا انا هعمله بقى. ايه اللي انا هعمله؟ ان انا بستعمل الباور ميتر، وده استعملناه شفناه قبل كده في قياس الفولت ستاندنج ويف ريشيو، لما قلت لحضراتكم بنقيس الريفليكشن والستاندنج ويف ريشيو، بنقول الفولت ماكسيمم على الفولت مينيمم، والفولت معناها يتناسب مع ايه. طب انا بقيس الباور،
والباور تتناسب مع الاي تربيع، يبقى اخد الجزء التربيع ده اللي شفناه في التجربه اللي فاتت. طب التجربه دي هعمل فيها ايه عشان خاطر السلوتد لاين او نقول عليها الاي فيلد ميتر مش شغال او غير دقيق، فالادق عندي واللي انا بطمن له في الديمونستريشن في المعمل انا بس بحط الباور ميتر. طب هتحط الباور ميتر تقيس فين؟ اقيس الكابلنج. الكابلنج اللي ما بين اي تيرم، بين واحد واثنين، بين واحد وثلاثة، لكن بين ثلاثة واربعة العزل ما بين المرسل والمستقبل هو ده اللي يهمني برضه. تمام؟ ليه؟ اللي احنا قلنا بنستعمل الماجيك تي دي في ان هي تساعدني على ان انا استعمل انتنة واحدة للارسال والاستقبال. طب بتقيس العزل ازاي؟ الاول عشان خاطر اقول الدخل على التيرمينال او على البورت ثلاثة، انا شايفين كده انا عامل قطع اهو، كاتب عليه زي عامل زي مكسر كده وشرطتين. الباور اللي جايه من الميكرويف جنريتور اللي هو الجان اوسيليتور دوت اللي ماشي مع الايزوليتور فاريبل التونيتور والسوت لاين داخل على الباور ميتر اسناها. طب كلام حلو قوي، هعمل ايه بقى؟ افصل بقى الباور اسناها وعرفنا قيمتها، تطلع زي ما تطلع بي 1 حسب القياس اللي نقول على الشاشه بتاعته. طيب وبعد كده اروح افصل الباور ميتر واحط الدخل بتاعي على مين؟ على 3، واجيب الباور ميتر احطه على الخارج عند 4. يبقى كده قست الباور عند الخارج اللي هي 4، اقسم الاثنين على بعض واخد اللوغاريتم اهو. الايزوليشن بين 3 و4 يساوي 10 لوج 10 بي 4 على بي 3، وده اللي لازم يطلع عالي. لكن الكابلنج فاكتور ما بين تيرمينال 1 و2 اثنين وثلاثة او كذا كذا، طالما بنقول عليه كابلنج، طالما هو مش ثلاثة واربعة خلاص ماله ده؟ ده بالقيمة بتاعته بقيس الباور اي مثلا والباور جي وبقسمهم واخد اللوغاريتم بتاعهم، والكابلنج فاكتور بيساوي 10 اس الفا اللي هي الالفا اهي اللي 10، احنا قلنا الفا بتساوي 10 لوج بي وبي اي على بي جي. خلاص اس الفا قسمت الاثنين على بعض، قول 10 اس ناقص الفا على 20، وده لو تشوفوا يا جماعه هيطلع كام؟ هيطلع فراكشن 10 اس ناقص حاجه، و10 اس ناقص حاجه دي بتطلع كام؟ يعني مثلا 1 على كسر، 1 على حاجه نقولها، فلازم يطلع فراكشن صغير اقل من بجميع الاحوال. لو كنت حسبت وقست وشفت ان الايزوليشن اعلى بكثير من الكابلنج تعرف ان قياساتك صح. طب افرض كانت غلط، افرض كانت الكابلنج اعلى من الاتنويشن، يبقى يا اما تعيد قياساتك او تعيد حساباتك. خلاص، وده هو تقريبا ملخص المحاضره او ملخص الجهاز القياس. انا حاطط اسئله يا جماعه خارج في الخلفيه حوالي 11 سؤال، وحاطط الاجابه بتاعتهم اهي. خلاص تمام، الاسئله دي انت مطالب بيها في التقييم الامتحان النظري في الاخر. كل تجربه حاطط عليها 10 اسئله و11 اسئله زي ما انتم شايفين، اسئله واجابه اهي. ما عليك ان انت تفهم التجربه، ما فهمتش قول لي مش فاهم، وده امكانيات بتاعتنا في الظروف الحاليه. عشان خاطر تقول لي في معمل يتاخد على النت، اقول لك ما عندناش حاجه غير كده، ونشكر المسؤولين اللي هم يسروا عمليه ان احنا نوصل المعلومه على النت، وشكرا لمهندسين الاي تي. نشوف اللي بعدها معلش يا باشمهندس.